رد على أول سؤال بالنسبة لقصة تناول الفيتامينات في المرحلة دي، هل تناول الفيتامينات كوسيلة وقاية أو كعلاج مفيد في حالات فيروس عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ولا لا؟ هو كل الأبحاث العلمية، ما طبعا في فيروس كوفيد 19 ده فيروس جديد لسه أول مرة جهاز المناعة يتعرض له، فالدراسات اللي اتعملت على الفيتامينات بخصوص فيروس كوفيد لسه ما طلعتش بنتائج حاسمة. انما هم في فيروس قبل الفيروس كوفيد 19 دوت كان اسمه سارس كوف 1، وكانوا بيقولوا ان تناول فيتامين دي للعيانين اللي هم عندهم نقص فيتامين دي او تناول فيتامين سي او تناول الزنك هيكون مفيد في تقليل حدة العدوى على الجهاز التنفسي، العدوى الفيروسية بالفيروسات اللي هي مجموعة كورونا فيروس. طيب كوقاية، هو عنصر الزنك بس اللي بيقولوا احتمال يكون ليه فايدة، فلو الأكل بتاعنا نزود فيه عنصر الزنك هيبقى دي حاجة كويسة. بالنسبة لفيتامين سي كوقاية ما حدش يتكلم عليه خالص، إنما قالوا إن هو لو فيه عدوى فعلا يحبذ إن احنا ناخد جرعة 1 جرام يوميا للبالغين. طبعا انا قعدت بحثت وجمعت لكم مجموعه من الاكلات اللي فيها الفيتامينات دي موجوده بكثره، والكميه بتاعتها قد ايه، والجرعه المقترح ان احنا ناخدها يوميا قد ايه، وهتلاقوها ملحقه بالفيديو في لينك PDF علشان الناس تقدر تستفيد بيها، لان احنا في الفتره دي طبعا الصيدليات عليها سحب كبير وفي نقص شامل في كل الفيتامينات اللي موجوده. احنا نقدر بغذاء صحي متوازن ان احنا نستغنى عن ان احنا ناخد الاقراص او الحاجات اللي موجوده في صوره علاجيه وغير موجوده دي. بخصوص رايي في نشر بروتوكولات العلاج اللي موجوده على النت دي، والناس بتشتري الادويه وبتاخدها منها لنفسها، وهل الدلائل العلميه الموجوده دي او هل الجداول بتاعت العلاجات دي بتتغير ولا ما بتتغيرش؟ هي طبعا بتتغير من وقت للتاني، بس اللي بيعملوا الجايد لاينز دي هم اساتذه اطباء بيعملوا في الريسيرش او في البحث العلمي، هم المنوط بيهم تغيير الوصفه العلاجيه اللي المفروض نتبعها في العلاج. ولكن كل مريض ليه حالته الخاصه بيه اللي ممكن نغير في بعض العناصر العلاجيه، ودي ما بتتمش الا بمتابعه المريض والاطلاع على تحاليله واشعاعاته والاطلاع على حاله المريض نفسه ومدى حاجته من عدمها للاكسجين ومدى حاجته من عدمها ادويه السيوله والجرعه المناسبه ليه قد ايه. ما ينفعش الناس تتناول ادويه السيوله منها لنفسها من غير العوده الى طبيب. ما ينفعش الناس تقعد في البيت فترات طويله من غير ما تتابع حتى لو تليفونيا، لازم يبقى في حد من الطاقم الطبي بيتابع المريض دوت. انا ضد طبعا ان الادويه تتصرف كباكج كده من الصيدليه والناس تاخدها منها لنفسها، لان هو مبيبقاش عارف هياخدها لحد امتى، هتنتهي امتى، هل الجرعه اللي بياخدها دي مناسبه ولا جرعه عاليه بالنسبه لحالته هو الصحيه. شايف هل الاطفال اقل عرضه للاصابه بكوفيد 19 ولا لا؟ وهل هم سبب في انتشار المرض اي ولا لا؟ الاجابه على السؤال دوت، هما في الاول كانوا بيعتقدوا ان الاطفال اقل عرضه للاصابه بفيروس كوفيد 19، لكن الدراسات اللي بعد كده اثبتت لا، ان الاطفال نسبه تعرضهم للفيروس ونسبه اصابتهم بالعدوى هي نفسها نسبه العدوى بالنسبه للكبار البالغين. ولكن الاعراض اللي بتظهر على الاطفال غالبا ما تكون طفيفه، لكن ما زال في نسبة بتبقى الأعراض شديدة برضو، هما ما حددوش لسه النسبة دي، إنما ابتدينا نكتشف دلوقتي إن في أطفال عندهم أعراض وبتحجزوا في مستشفيات حجر وفي منهم ناس بتتضرر. هل هم عامل من عوامل الانتشار الفيروس ولا لا؟ هو طبعا الأطفال الغير عاقلين اللي في كثرة في الحركة بتاعتهم وتنقلات وعدم الالتزام بغسل الإيد وعدم اتباع الاجراءات الاحترازيه، لما بيتعاملوا مع ناس كبار في السن او امراض او عندهم امراض مزمنه في القلب او عندهم امراض تنفسيه مزمنه زي الربو الشعبي او الانسداد الرئوي المزمن، بيتعاملوا بدون احتياط وبدون تباعد وبيبقى فيه قبلات واحتضان وهكذا، فبالتالي بيبقى فرصه ان لو في حد فيهم عنده العدوى ينقلها بشكل كبير للناس اللي هم عندهم مشكله لو حصلت لهم العدوى، وبالتالي هم وسيله انتشار غير مباشره. او لو اتعاملوا مع شخص مصاب اخر سليم بالغ ما عندوش اي اعراض، وبعد كده تعاملوا مع شخص تاني من في مشكله في المناعه بتاعتهم، هما كده بينقلوا المرض بدون ما يحسوا. فاحنا بنحافظ على عدم خروج الاطفال بالذات، لان الاطفال مش هتقدر تتحكم في حركتهم ولا في تنقلاتهم ولا هتقدر تتابع التزامهم بالاجراءات الاحترازيه.
يعني برضو عن عايز حاجة مؤكدة تفرق ما بين دور البرد العادي وعدوى فيروس كورونا. حقيقة ما فيش حاجة تفرق بشكل كامل ما بينهم الاثنين بالنسبة للأعراض أو بالنسبة للتحاليل، لأن فيروس البرد العادي هو فيروس احنا جسمنا اتعرف عليه من زمان وبيجي كل دور كل سنة، بيجي لنا مرة أو مرتين أو أكثر على حسب كل واحد طبيعة مناعته عاملة إزاي وطبيعة الفيروس نفسه اللي بيتعرض له عاملة إزاي، وغالبا بيبقى في صورة 3 أعراض، بيبقى في 3 أيام بيبقى الأعراض في صورة تكسير في الجسم، همدان، ممكن شوية ارتفاع طفيف في درجة الحرارة، و3 أيام الأعراض بتبقى أكثر بقى صورة رشح أو احتقان في الحلق أو احتقان في الأنف أو خنفرة في الأنف، وبعد كده 3 أيام الفيروس بتروح العدوى بتاعته وبتنتهي الدورة بتاعت حياته في الجسم والواحد بيرجع كويس جدا. وأحيانا في بعض الحالات فيروس البرد بيتبع بكحة تحسسية بتقعد فترة طويلة مع بعض الناس، وده كان بيحصل في الفترة الأخيرة. أما عدوى فيروس كورونا فإحنا عندنا السيكتور اللي الحالات بتيجي عليه كبير جدا، يعني في عندنا نسبة كبيرة من الحالات أسيمتوماتيك مفيش أي أعراض بتظهر عليها، في نسبة بسيطة بتظهر عليها أعراض بسيطة زي أعراض البرد بالظبط، صورة رشح، همدان، تعب بسهولة، بس اكتر شويه بتظهر عليها اعراض مودريت بقى، ان هو بيبقى فيه كف وإريتيتنج، كف كحه بتضايقه وبتزعجه وبتعمل الم في صدره، ممكن يبقى فيه شويه صعوبه في النفس خصوصا مع المجهود، اكتر من كده شويه بيبقى فيه صعوبه من النفس مع مجهود قليل او في نقص في نسبه الاكسجين في الدم، والحالات بقى اللي هي اللي فيه خطر كبير على حياتها ان جسمها بيزرق مش قادر تاخد نفسها خالص، ممكن يبقى فيه الم في الصدر. وللاسف احنا برضو عدوى فيروس كورونا ابتدت تيجي باعراض غريبه شويه، برضو فقدان حاسه الشم او حاسه التذوق بقت من الحاجات الخاصه او المخصصه جدا اللي بتيجي مع عدوى فيروس كورونا. بعض العيانين بيجوا باسهال او الم في البطن، بعض الناس بتيجي بالم في الصدر، بس في حاله اتسجلت ان هي جايه بجلطه في الساق، بعض الجلطات اللي بتيجي في الدماغ برضو، بعض الالتهابات السحائيه او الالتهابات الدماغيه. فعدوى فيروس كورونا هي عدوى فيروسية ممكن تيجي بصور كتيرة جدا مش بصورة أعراض تنفسية بس، وده مش موجود في فيروس البرد العادي، إنما فيش تحليل في إيدينا أو أشعة في إيدينا تقول لنا إن ده فيروس كوفيد 19 إلا المسحة اللي السحب بتاعها مبقاش ليه معنى في وقت التفشي اللي إحنا موجودين فيه دلوقتي. برضه ليه في اختلاف في توصيات الاطباء في قصه تناول الفيتامينات من عدمها كوقايه او كعلاج، زي ما قلت لان الدراسات على فيروس كورونا مش كتيره جدا، ده رقم واحد. رقم اتنين الدراسات اللي معموله على عدوى فيروسيه اخرى تنفسيه. رقم ثلاثة، لو الانسان اللي بيتناول غذاء صحي متوازن فيه خضروات وفاكهه كتير غالبا بيبقى عنده الاحتياجات الكامله بتاعته من الفيتامينات والمعادن الرئيسيه ومش بيحتاج انه ياخدها في صوره اقراص، فقط الناس اللي عندهم نقص فيتامين دي، وده مش هنعرفه الا بتحليل فيتامين دي، هم دول اللي بينصحوا ان احنا نصحح النقص ده، لان صحيح النقص ده بيبقى مصحوب بان الاعراض بتبقى خفيفه والمده بتاعتها قليله مش طويله. عن كيفية استعمال الكمام هنتكلم عن الكمامة الجراحية. الكمامة الجراحية بيبقى يا ليها رباط بتتمسك من الرباط بتاعها، يا ليها أستك حوالين الودان بنمسكها من الأستك دوت، بيبقى في جزء فيها ملون غامق ده بيبقى ناحية بره، جزء فاتح ده بيبقى ناحية جوه. دايما نخلي الاتجاه التنايات لتحت مش لفوق، ده الجزء اللي بره، يعني التنايات تبقى لتحت في الجزء اللي باصص لبره. بنحط الكمامة على نمسكها من الأربطة أو من الأستك وبنشدها على الوجه ونعلقها على الودان، وبيبقى فيه جزء سلك بنضغط على الأنف علشان نثبتها على الأنف، بيبقى فيه حاجة اسمها جود فيتنج أو إنها تبقى ملتهمة على وشك كويس عشان ما يبقاش فيه تسريب، وبعدين بتشد الطرف التاني بالراحة تحت ده. طبعا بوراعة قبل مسك الكمامة لأول مرة إن تكون إيدك مغسولة بالمية والصابون لمدة دقيقة أو بمطهر كحولي 70%. أما تيجي تخلع الكمامة بتفك الرباط من ورا وتشيلها كده وهترميها في القمامة. طبعا في الوقت الحالي الناس بتنصح إن احنا الكمامة الجراحية اللي نستخدمها نقطعها علشان محدش ياخدها من القمامة ويغسلها ويبيعها تاني للناس، فأنت هتفكها ولو معاك مقص بإيدك التانية هتقص الكمامة نصين وترميها في سلة المهملات.
بالنسبة بقى للكمامة القماشية برضو بيبقى في جزء بيتربط حوالين ودان، انت بتمسكها وتربطها حوالين ودانك ما تلمسش السطح الخارجي ده خالص بعد ما تخرج، لان خلاص هو اصلا السطح الخارجي ده هو اللي معرض للناس وللرصاص بتاع الناس، فانت لو لمسته بايدك كده او كل شوية تعدلها ترفعها لفوق تنزلها لتحت ده غلط، لو انت نزلتها على دقنك ده غلط، لو انت رفعتها على دماغك ده غلط، انت عمال تحركها على وشك وتحرك الحمل الفيروسي على كل الجبهه او تاخده من على الجبهه تحطه على مناخيرك وانفك، يبقى انت حميت نفسك ازاي؟ فانت بتلبسها وتثبتها على الوضع ده طول ما انت موجود بره في مكان مزدحم او مكان مغلق او بتتعامل مع الناس، هتخلص الاجراء بتاعك وترجع بيتك تفكها من ودانك تقوم حاططها في المسحوق اللي انت هتغسلها بيه وبتدعكها كويس وتغسلها كويس، وبعدين تغسلها بماء وصابون لمده دقيقه او بمطهر كحولي، ويبقى كده لو بعد ما تغسلها تعلقها في الهواء تنشف في الشمس، بعد كده تقدر تستخدمها مرة تانية. تطهير المنزل والمدة اللازمة للتطهير نعملها كل قد ايه؟ كيفية تطهير المنزل، احنا بنستخدم يعني بنجيب مكيال كلور اللي هو بتاع المنازل الاسطح ده، بنحط منه مكيال لتسعة مكيال مية، دي درجة التخفيف المطلوبة. بنمسح بيه الاسطح اللي احنا بنتعامل معاها كتير مثل اوكر الابواب، اوكر الشبابيك، الترابيزات، المقابض، الكراسي، الموبايل، يعني كل حاجه احنا بنمسكها فتره طويله لازم نتعامل معاها بهذا الشكل. بالنسبه للموبايلات بس، يعني لو الموبايل عليه كفر او شاشه ما تحمي الشاشه الاصليه بتاعته، انت ممكن تمسحه بكحول او بكلور مخفف على حسب تعليمات التصنيع اللي مكتوب عليه علشان ما يفسدش منك. نعمل كده قد ايه؟ المفروض في هذا في المرحله اللي احنا موجوده فيها نعمل ده يوميا على الاقل يوميا. لو في اي حد عنده اعراض تنفسيه لمس اي حاجه لازم نطهرها بعد ما يلمسها على طول، ما نسيبهاش ونقول يوميا بقى احنا عملناها الصبح مش هنعملها، لا. رقم ثلاثه، اي حد غريب دخل البيت وده مش محبس في الفتره دي برضو كل حاجه بيلمسها لازم نمسح الاسطح بعدها. انما القماشيه ولا الجراحيه؟ لازم نأكد بس على إن مركز مكافحة الأمراض الأمريكي بيأكد على إن الكمامة القماشية ليها فايدة كبيرة جدا لو ارتداها كل اللي موجودين في المجتمع، لأن أنا كشخص لو لابس كمامة قماشية خلاص أهو أنا بحميك من الرذاذ بتاعي وبقلل حمل الفيروسي في الهواء، فبالتالي أنت تقدر تتحرك براحتك وإن شاء الله مفيش خطر عليك. وأنت لو أنت لابسها أنا كمان بقيت في أمان، إنما لو أنا لابسها وأنت كشخص قدامي مش لابسها وأنت عطست أو كحيت وما حامتش ما حميتنيش من الرذاذ بتاعك، الرذاذ بتاعك هيجي يقف على الكمامه دي والكمامه دي مش بتفلتر الفيروس، فبالتالي انا لسه نسبه العدوى بتاعتي عاليه. طيب الكمامه الجراحيه نسبه الحمايه منها اعلى طبعا، احنا لو انا لابسها وانت مش لابسها انا بحمي نفسي من 30 ل 70% لان هي فيها فلتر موجود فيها بيفلتر دخول الفيروسي. لو انت لبستها انت كمان بقت نسبه اصابتك او اصابتي 1%. فالكمامه الجراحيه مفيدة جدا لو متوفرة الناس تلبسها، لكن طبعا هنراعي ان احنا ما ناخدهاش من الشارع، ما ناخدهاش من مصدر مجهول، لو هنشتريها نشتريها من مركز مستلزمات طبية معلوم او من صيدلية بتتعامل هي مع المراكز المستلزمات الطبية المعلومة، انما لو جيت اشتريتها من الشارع من اي حد ما مش معلوم المصدر بتاعها ايه، انت ممكن تاخد كمامة كان حد اصلا لابسها قبلك ومغسولة او معمولة بمواد رديئة او مرشوش عليها مواد مخدرة زي ما بيظهر دلوقتي، فناخد بالنا من القصة دي جدا. احنا في الوقت اللي احنا فيه يا تلبس الكمامة الجراحية معلومة المصدر من مصدر معلوم، يا تلبس الكمامة القماشية اللي انت عارفها وبتغسلها كل يوم بعد ما بتتخلص منها. هل لو حد مش حاسس بأي أعراض يعمل أشعات أو تحاليل علشان يطمن على نفسه؟ لا طبعا محدش يعمل كده إلا لو كان مخالط لحالة بتعاني من أعراض تنفسية وفي اشتباه عالي جدا إن هي عندها عدوى فيروس كورونا، بعدها يبقى يعمل صورة دم كاملة ويعمل أشعة على الصدر عشان يطمن على نفسه. إنما لو أنا مش مخالط لحد ومفيش حد معايا في عنده أعراض تنفسية وما تعرضتش لحد ومش حاسس بأي أعراض، لا ما عملش أي حاجة وما خدش أي احتياطات، أنا هتعامل عادي جدا بس هحمي نفسي من المجتمع عشان ما يجيليش عدوى فيروس كورونا، واحمي المجتمع من الرذاذ بتاعي احسن اكون انا حامل المرض وانا مش عارف. انما لو انا مش حاسس باعراض ما اعملش اي حاجه. الاشعه اصبحت موبوءه، احنا بنقول للناس كلها العالم كله موبوء الا المكان اللي انت قاعد فيه، فما تخرجش من بيتك الا للضروره القصوى، ولو خرجت من بيتك لضروره قصوى لازم يبقى الوقت قليل جدا،
ولازم في الوقت اللي انت هتخرج فيه ده تتفادى الزحام على قد ما تقدر، ولازم تاخد كل الاجراءات الاحترازيه من نظافه اليد بشكل مستمر، من لبس الكمامه وتغطيه الفم والانف، من عدم التواجد في اماكن مزدحمه، تحافظ على التباعد الاجتماعي. فكل مكان هو موبوء الا بيتك اللي انت قاعد فيه.